صلاح لجده، لو سند لحسني بقى، لو سند لحسني يا تريكه تتحط لجده، لجده جون، يا نهار ابيض ما دخلتش لسه، هترجع تاني قائم، يخش بقى يا شيخه، يشيلها يا ترى على مرتين، ياي يا خبر. بس على نفس حسني، يلا يا حسني، لسه حسني بيسدد ويشيل يا ترى، ياي يا ترى بيزعق، بيقول يا جماعه مش معقول، الواحده دول هتدخل اكيد، ادي الخارج الملعب ركنيه وتمسحها، عايز يشاور بالتبديل، هل مين اللي هيطلع؟ هيطلع مين؟ هيطلع لسه مش شايفين، هو شاور برقم تمساح 18 بس مش عارفين مين اللي هيطلع لسه. شفت كره حسني حضراتكم والباندا بس رايح مع التادي تاني في وسط الملعب، مشكله التراوري ده مزعج ومشكله، ادي التسديد تاني من بعيد، لكن في مين؟ عصام الحضري نازل صح قوي، الراجل وماسك التسديده من عمر. بص حضراتكم اهو، ادي كمارة حط للتراوري، هو 8 ده مزعج مزعج، خطر خطر الراجل ده، ما يتسابش ابدا، لازم اضغط عليه، لازم النني ما يسيبوش، لازم برجلي من بره يلعبها حلوه داخل المنطقه، ما فيهاش حاجه، زيدان العب العرضيه يا زيدان يا راجل، لسه ترجع تاني، يلا يا زيدان، مين مقابل يا جماعه؟ مين مقابل؟ ترجع لصلاح، صلاح اتضغط على صلاح وترجع، تريكه جابها تريكه، يلا يا تريكه، ياي مش معقول، فرصه كانت تبقى جون اكيد، حطها حلوه عبد الشافي التمساح، طالع وجون فاضي، جون جون يا جماعه يا جماعه، ياي تعدي لسه ما خرجتش، وادي حكايه.